لا لا، اللي حصل ده ما يصحش ابدا يا سي عبد الله. ما عندكش فكره انا اتاثرت قد ايه؟ طبعا انت عندك حق تزعلي، ما يصحش. بس هو البنت من ساعه ما مامتها ما توفت عايشه لوحدها، وانا بدلعها غصب عني، كان لازم ادلعها زي ما انا عايش لوحدي ومحتاج حد يدلعني. فقلت اللمه بتاعت العيله بتاعتنا هي اللي هتقرب البعيد. اه معاك حق. ها صافيه لبن حليب يا قشطه. على ميعادنا النهارده. بس يا خساره اللمه دي مش هتكمل، اصل شريهان تعبانه شويه مش هتقدر تيجي معانا. يا محاسن الصدف. نيلي كمان مش هتقدر تيجي لان عندها انترفيو النهارده في التلفزيون. طب خلاص بقى نأجلها لبعدين. مين ده؟ ده انا لسه بقول لك يا محاسن الصدف، تقولي لي كده. المهم انت تبقي جاهزه امتى؟ يعني كمان ساعه كده. تحب اجي لك على فين؟ ما تجيلي شقه المهندسين ونخلص. ما تختيش يا سي عبد الله. لا لا انت فهمت ايه؟ انا اقصد تعالي شقه المهندسين نتقابل وننزل ناكل في اي ريستوران. طب خلاص تعالي لي بعد ساعه على المزلقان بر. عيني اؤمري. تعيش يا سي عبد الله. طب يلا بقى يلا عشان الحق اجهز وما اتاخرش. باي باي يا سي عبد الله. ناوي على ايه يا صبوحه؟ هتستفردي بالراجل؟ لا يا اختي مش عايزه استفرد بالراجل. هستفرد بيه ليه؟ انا بس عارفه انك انت بتحبي تخرجي مع خطيبك يوم الجمعه، بتحبوا تخرجوا سوا سوا كده، فقلت يعني اسيبك يا حبيبتي عشان تبقي براحتك. ما انت عارفه يا خالتي ان انا والواد هاني متخانقين ومش هنزل معاه. ليه؟ متخانقه معاه ليه؟ ده الواد طيب وحدة سكرة ودمه شربات. ايوه دمه شربات على قلبي. وبعدين يا اختي ما انتوا ياما بتتخانقوا وترجعوا تصطلحوا تاني، ما فيهاش حاجة. شفتي؟ اهو جبن الله ابن الغالي يا حبيبتي. قولي له مش موجودة يا خالتي. لا يا بنت ازاي عايزاني اكذب؟ يا نوشة يا حبيبي انا جاية افتح لك اهو. عايزاني اكذب يا شريهان؟ اخس عليك. حاضر يا حبيبي جيال. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ازيك يا نوشه؟ وحشتني يا حبيبي. يا اختي ايه الجمال اللي انت فيه ده النهارده؟ منور يا حبيبي. خير يا خالتي مالك؟ مفيش يا حبيبي، بطمن عليك. هو انت مش زي اخويا الصغنن؟ وبعدين ايه الترينج الحلو ده؟ انت مش حران؟ هو في ايه يا خالتي؟ في رز بلبن يا حبيبي، تحب اجيب لك يطري على قلبك؟ لا بقول لكم ايه؟ الكلام ده ما يمشيش معايا، مش هاني الدبدوب اللي تكلموه بالطريقه دي، عايزين تفضوها سيره؟ ادوني يا حبيبتي شبكتي والاقساط بتاعت الجمعيه، 7 شهور على داير المليم. اقساط جمعيه يا معفن؟ هو احنا من يوم ما شفنا خلقتك، شفنا منك لا ابيض ولا اسود، جاتك 60 نيله. ايوه كده اظبطي، انا ابتديت اقلق. خلاص يا خالتي، عايز ايه يا هاني؟ طيب اسيبكوا براحتكوا بقى. ها؟ وانتي يا حبيبة خالتي افردي وشك شوية، ادي الواد شوية حنية. وانت يا نوشة ما تنساش بقى سلملي على امك، اصلها وحشاني. يا معسلة قوي يا بتاتا. هي خالتك رافعة حاجة ولا ايه؟ ايه يا غزال؟ مالك حرنان علينا ليه كده؟ أنا أصلا مش موجودة يا هاني، أنا في مشوار. طب ما تتأخريش بقى عشان أنا قاعد مستنيك. إيه؟ في يا بت؟ بقالي أسبوع بكلمك في التليفون ما بترديش ليه؟ أنت إزاي ياض يا هاني يا معفن تسيبني واقفة في الشارع وكمان وأنا لابسة البرتقانة؟ إيه ده، هو أنت ما كنتش راكبة جنبي في الموتوسيكل؟ لا والله. ما خدتش بالي خالص. طب والبوكس اللي اديتهولي في بطني؟ البوكس ده محبة وغلاوة. دي غباوة. شوشو أنا جاي عشان أصالحك وأفسحك وأخرجك من المود اللي أنت فيه ده. ومين قال لك أصلاً إن أنا هنزل معاك؟ ليه؟ ما عنديش كرامة؟ ماشي يا شوشو براحتك. ألغي بقى مع الواد اللي كان هيودينا الدريم بارك ده. وحياة أمك يا هاني، أنت
هتوديني الدريم بارك؟ اه. وتركبني الدودة والمنخل؟ دودة ايه وانا موديك جنينة الفسطاط؟ بقولك الدريم بارك. اوعى يا دهاني يكون قصدك الملاهي الكبيرة دي اللي بنشوفها من على الدائري. ايوه هي دي. اللي فيها الراجل المدور ابو نضارة ده بيقول دوبي تعالوا بينا يلا. احنا وش الله. اه بس مفيش شلة هنروح انا وانت بس. ماشي. هتيجي ولا لسه كرامتك ناقحة عليكي؟ مين قالك اصلا ان انا عندي كرامة؟ مفيش كرامة في الملاهي هاني. هاني خمس دقايق بالظبط هكون موجود. اه بس وحياة ابوك خد البلوزة دي دوسلي عليها شوية. من عينيا. دوبي تعالوا بينا يلا. احنا وش الله نقعد نتسلى. شوشو. ها. يا البلوزة دي مكمكمة ليه كده؟ انت كنت نشرها في الحمام؟ انا ما غسلتهاش اصلا يا هاني. وبعدين مالك فاضلها لبستين وبعد كده اغسلها. دوس انت بس عليها كويس دوس. لبستين؟ طب وبتكويها ليه اصلا؟ مساء الخير. الو. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ما تقلقيش يا صباح هتاخد منك الشال عشان نقعد براحتنا بس مش اكتر. اه طب خدي. وخدي دي كمان لحسن ده انا حران. لا لا كفايه الشال. لا ما تخافش انا ساتره نفسي من تحت. خدي يا حبيبتي. خدي. يوه. ثانك يو. بس والنبي يا اختي حاسبي عليها لا تتكسر، اصل راحه بيها فرح بكره. ها؟ تعالي. مساء الخير مستر عبد الله. مساء الخير. ازيك؟ مساء الخير يا هانم. اهلا وسهلا. نورتونا. ميرسي. تحب حضرتك تقعد سموكينج ولا نو سموكينج؟ ثواني اسال هانم، سموكينج ولا نو سموكينج؟ ايه السموكينج ده؟ هتدخني؟ اه انا بحب اشرب معس. عندكم قص؟ نو سموكينج بليز. اتفضل. اتفضلي يا هانم. اتفضلي حضرتك. متشكر. ما قلتليش ايه رايك في المكان؟ حلو قوي مش بطال. بس المزيكا يا اخويا جايبه لي كرشه نفس وقلبه معدتي. مفيش حاجه فريحي كده؟ فريحي؟ اه اخليهم يضربوا لك حالا فرتكه فرتكه. شكرا. والنبي يا عبد الله تديني الملح. الشوربه برد وما فيهاش لا ملح ولا فلفل ولا فيها طعم ولا فيها شوربه. استني. دي مش شوربه دي عشان نغسل ايدينا مش اكتر. ايه؟ نغسل ايدينا. انا قلت كده برضو. وماله ادينا غسلنا جوفنا. ايوه جوفنا. بشجعها. سي انا بشكرك على قبول دعوه العشاء. تعيش. نورتيني. كتر خيرك يا استاذ عبد الله. اوكي. بتعملي ايه؟ ايه؟ بتغرغر. هو مش ده غسول؟ غسول ده نبيت. نبيت؟ آه لا انا ما بشربش النبيت. عندكم اوزو؟ لا مفيش.
هو ماله قلب سحنيته كده ليه؟ ده المثل بيقول لقيني ولا تغديني، احنا مش مفروض في مطعم؟ ايه ده؟ انت بتبرتم تقول ايه؟ لا انا سامعاك وممكن اقوملك، انت ما تعرفنيش. صباح. لا بقولك ايه بقى، انا اتخنقت، المكان ده ريحه مش خفيف على قلبي. قوم يا سي عبد الله نروح مكان تاني يا اخوي، انا مش مستريحه هنا. حاضر، انا هوديكي مكان تحفه ولحسن الحظ لزق في شقه المهندسين. لا احنا مش رايحين لزق في شقه المهندسين، مش رايحين المهندسين خالص، احنا رايحين مكان تاني. مش انت عايز تتعشى؟ خلاص سيب لي نفسك وانا مش هخليك تنت. مين اللي معانا؟ ايوه مين؟ ايه؟ لا مش سامع الاسم. بصرف النظر ماشي ايا كان، دخلها بسرعه بس عشان ننجز. الله يخليك. ماشي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. انتوا مين بقى؟ انا المكير وده الكوافير. بتوع مين؟ الانسه نيلي. الانسه نيلي؟ نيلي. نيلي. نيلي فوازير. بتاعت زمان. نيلي بتاعتنا اللي بنشوفها. نيلي مين؟ انت مش فاهمه، كارثه، الاستوديو بايظ جدا، ما فيهوش نظام خالص. وكمان انا نسيت الفاونديشن بتاعي، مش عارفه اللايتنج بتاعهم هيطلعني بيل ولا ايه. ابعتي لي على الواتساب. اوكي. واقف قدامي شكله زي ما هو عادي، بنفس العضلات كل حاجه. سلام. طب اقفلي عشان هو بيبرق لي. اهلا. هاي استاذ يوسف. ولا يوسف عادي عشان ما كبركش. يو تمشي يعني، مش ازمه. أوكي. اي حاجه. حضرتك؟ انا نيلي مكاوي. اهلا بيكي نيلي مكاوي. كل الناس بتقول لي كوين ان، بس انت لو عايز تطلع كول قدام الناس ممكن تقول لي نيلي. بصي المرحلة الجاية أنا عايز أبقى كول قدام الناس قوي. نيلي بالظبط. خطفة كده. نيلي. تمام يا نيلي. أوكي طيب ممكن نقعد؟ أوكي معلش، بس قبل ما نقعد هدي لك الورقة دي اللي فيها الأسئلة اللي هتسألها لي. أنت جايبة لي أنا أسئلة يا نيلي؟ ميرسي. طيب بما إنه جايبة لي الأسئلة فأنا ممكن أستأذن في حاجة في الأسئلة دي؟ اتفضل. في سؤال هنا أنا عايز أبدأ بيه، اللي هو إيه أكتر لون شعر بيليق على بشرتك؟ الحاجات دي لما بنبدأ بيها بتسخن. لا معلش بليز، ما تغيرش ترتيب الأسئلة. ولو عايز تسألني على تاتوز أو بيرسينجز اتس نون أوف يور بزنس. فاش. بالظبط. الحاجات الشخصية دي ما بنتكلمش فيها على الهواء إطلاقا. بالظبط. حاضر يا نيلي. اتفضلي. ميرسي، ربنا يخليكي. عن إذنك. الأسئلة هنا، أنتِ رايحة فين؟ هقعد. ده الكرسي بتاعي. أنا بقعد الناحية دي. جايبه معاك من بيتكو يعني، أنت بيبي قوي. لا بيبي ايه، هو ده البرنامج يعني كل واحد فينا بيقعد. خلاص نو بروبلم، اقعد في اي حته. طيب اتفضل. ممكن تظبطني بس يا باشا؟ والله انا واقف بقالي ساعه اهوت مستنيك عند البوابه مستنيك. ماشي، مع السلامه. هو انت بتكلم مين؟ لا ما تاخديش في بالك. المهم ايه حكايه عمك بقى اللي طلع لكم ده، وغني قوي وعنده شركات واطيان؟ ايوه ده طلع جامد قوي، ده قال لي انه هيشغلني عنده في الشركه ب 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايوه. هو في حد اصلا بياخد 5000 جنيه؟ انا هيديني 5000 جنيه. ليه يديكي 5000 جنيه وانت من بيت اهله؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك عمي. ايوه صح، لا عمك يديكي صح 5000 جنيه صح. المهم ايه رايك في الدريم بارك؟ تحفه. انا حاسه ان هي جالي حاجه من الانبساط. ممكن ندخل بقى؟ يلا ندخل. هندخل حالا اصلا يا ماما لسه لما. الو، وكتاب اللي انا واقف عند البوابه يا باشا. ماشي اطلع هتلاقيني على طول. لابس لون ايه؟ لابس لون الدريم بارك. ايوه اطلع بس هتلاقيني والله. مع السلامه. هو انت بتكلم مين كل شويه؟ هو في حد جاي لنا؟ حد مين؟ لا طبعا مفيش حد. بصي هو في مصلحه زي اللوز، يعني ساعه زمن وهنخلصها. هو انت جايبني تفسحني ولا تشغلني؟ استني بس قبل ما تكشمي لي وتحرفي في وشي كده. اهدي. في المقام الاول جاي افسحك، بس هي فسحه وشغل في نفس الوقت. يعني هم جماعه عايزين يصوروا اعلان، وعايزين العيال المودرن دول يجوا يلعبوا ويتبسطوا كده قدامهم ويصوروه، يعني لعب وشغل. بس ده ما كانش اتفقنا يا هاني. ما تبقيش غبيه يا بنتي، هيطلع لك قرشين حلوين تجيبي لك بهم طقم كاسات، مقابض، اي حاجه. ولا انت يعني خلاص عشان هتقبضي 5000 جنيه في الشهر هتتنططي على اللي جابه اهلي؟ بص يا بنت الناس، انا بفسحك على قد ما قدرتي، بس اللي اضمنه لك ان انا راجل شريف وفلوسي دي فلوس حلال. خلاص يا هاني انت هتشحت. طب
طب امان عليكي هاني تقول لهم ان انا مش هينفع اركب الحاجات الصعبه، يعني اركب الحاجات الهبله زي الفنجان اللي بيعمل كده ده، الحصان اللي بيعمل كده، يعني اخطر حاجه هركبها السيارات المتصادمه. لا لا لا، ولا هنوصل للمرحله الخطره دي اصلا. يا بنتي انا مفهمهم على كل حاجه، قلت لهم يا جماعه لو سمحت عايز حاجات خفيفه، دي خطيبتي حبيبتي، يعني مش جايبها بهدلها، انا جايبها ادلعها. ابو سيدك بعد اذنك نزلني عشان خاطر اجوك، اصل انا عندي فوبيا من الحاجات دي. كات ليه هاني؟ احسن يا وحش جدع، بنت شوشو جدع، شكلك حلو جدا في الكاميرا، وبعدين عماله تمثلي حلو وعامله مرعوبه وخايفه، برافو عليك. هاني ابوس ايدك خليهم ينزلوني عشان خاطر خد كل الفلوس اللي معايا وخليهم ينزلوني، دي صعبه قوي صعبه قوي. بس ممتعه. لا 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 مش ممتعه، ورحمه امي هطرش يا هاني، هطرش يا هاني. التلت السريع مع الصاروخ وهو طالع. ها عصام اخر مره هنظبط التلت مع الصاروخ، اكشن يا هاني. قول لهم عصام الحمام مش قادر. بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني يا بتموت يا عيني. وحش وحش وحش، هنعيد تاني يا بيه، اظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، وتظبط التلت يا عصام، والله خرب بيت اهلك انت. ايه يا اخي مفيش غيرك. شوشو شوشو هو ده هايل يا عصام، مكمل اول يا اخي. انك لله يا اخي، بينك لله، البنت ماتت يا حمصاني، اتاكدوا لو البنت ماتت غيروها وهاتوا واحده تانية. ها مش فاضيين، عايزين نصور، اتفضل. طب بس اليوم محسوب على فكرة. خد جيب الهنا والشيف. اي اوامر تاني ست صباح؟ اسلم ايدك يا بطاوي تعيشني. تحت امرك. يا سلام، انا ما اكلتش اكله بالطعامه دي من 22 سنه و8 اشهر. يا اخويا بالهنا والشيف، هو انت اكلت حاجه؟ طب ده حتى راس الخروف اللي احنا طالبينه لسه ما اكلتش نص. لا انا تمام كده، كفايه قوي. طب خد الكارع ده من ايدي عشان تسلق طول. لا لا مش هقدر صدقيني. طب حته الليه دي بقى عشان تحلي بق. احلي بق بليه؟ دي ممكن بقى تقف عندي في الاورطه وتجيب اجلي. انت بتتدلع، ما انت زي البغله اهو ما شاء الله. خد بقى ما تكسفش ايدي. وانا برضو اقدر اكسف الايد اللي زي المربى دي. عسل يا سي عبدالله. طب يلا بقى نخلص الاكل عشان نخش على القنبله. قنبله؟ يعني ايه قنبله؟ الحلو يعني. الحلو اسمه قنبله؟ يا اخويا هما اللي بيسموها كده، اصلهم ناس مبالغه. عباره عن ايه بقى القنبله دي؟ هو رز بلبن بالقشطه بالعسل بالمكسرات بالفواكه بالبسبوسه والايس. يا حزني يما. احنا لسه معاكم في برنامجنا، ودلوقتي جه فقرتنا مع نيلي مكاوي. نيلي مكاوي بتقول انها عامله مبادره تساعد بيها الفقراء وتقف جنبهم وما الى ذلك. خلونا الاول نرحب بنيلي. ازيك يا نيلي، عامله ايه؟ انا ام فاين الحمد لله. حفظتهم الحمد لله، اتمنى يكون كل حاجه بخير يا نيلي. قولي لي بقى، انت عامله مبادره علشان تقفي بيها جنب الفئات المحتاجه، الفقراء والغلابه اللي في بلدنا، ايه بقى المبادره بتاعتك؟ انت مش فاهم يا جو انا تعبت قد ايه. قعدت اكتر من ساعه ونص بفكر ازاي اساعد الفقراء والمساكين. ساعه ونص كامله؟ ساعه ونص بدون توقف. بالظبط. تعبتي؟ كنت عايزه اخرج من كل التابوز وافكر اوت اوف ذا بوكس. كفايه بقى ان احنا نقعد نديلهم فلوس، نديلهم سقف، نديلهم هدوم، نديلهم جاموسه. معقول الناس زهقت كل يوم لحمه فراخ سمك؟ فقراء النهارده بياكلوا بندق ولوز وجوز وعين جمل وكاجو وكل الحاجات الجميله دي، زهقوا خلاص. بالظبط طبعا. فكنت عايزه بقى انا افكر بطريقه ديفرنت.
اختلاف. ايه بقى الاختلاف اللي انت عملتيه؟ ممكن بس بليز ما تقطعنيش عشان انا عارفه حركات المذيعين دي. اطلاقا انا بساعدك، يعني بسالك اسئله كتير عشان نفتح زوايا كتير، المشاهد المصري، المشاهد العربي، المشاهد الدولي يعرف مبادره نيلي مكاوي. اوكي، فانا كنت عايزه اكون كرييتيف وما عادش بجيب لهم بطاطين وجوده. بلا رخصه يا شيخ، بطاطين ايه؟ ففكرت ان انا اعمل لهم محاضره. مبادره؟ اوكي، اعمل لهم مبادره. وسميتها الفقير وانا. الفقير وانتي، هتعملي ايه بقى مع الفقير؟ ممكن ما تزايدش على كلامي عشان الشفافيه. سيبك من قصه المزايده اللي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله على الاطلاق، كملي يعني. طيب دلوقتي انا كنت محضره فيديو كليب، المفروض الناس الاعداد بتاعك يكونوا قالوا لك. فيديو كليب ولا تقرير؟ لا فيديو كليب. فيديو كليب. ايوه فيديو كليب. انتوا عندكم فيديو كليب ولا تقرير يا جماعه؟ طيب نيلي هستأذنك، احنا هنشوف الفيديو كليب اللي انت جايبه لنا. استأذنكم انكم تشوفوا معانا الفيديو كليب ده، مراعاة ضبط النفس، المذيع ينصح نفسه وينصح حضراتكم بضبط النفس الكامل. نشوف الكليب وبعدين نكمل الكلام. غبرة، هو انت بتتريق؟ واضح ان انت ما فهمتش الفيديو كليب. انا ما فهمتش. انت ما فهمتش، بس انا متأكدة ان التارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايزه اقول ايه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده؟ رقص، ضحك، هزار، يعني انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا وقالوا لعبتي يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هما بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا. ايوه بالظبط، نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعه المغني. بالظبط، جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين. بالظبط، وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو، انت عايز تبقي مطربه صح او نجمه؟ خالص يعني خالص، اي دونت نيد تو اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناة تانية انه مثلا لو بنت مثلا تلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكلة في اي حاجة وبتغير زغزغة افكت دي. ايوه دلة. لو هي بتغير من رجلها، طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناة؟ بعضها ازاي؟ بالظبط، ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط، دي معاناة. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعة قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهاردة؟ لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل، انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا لا ما تقوليش كده، والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج، لانه مهم لازم نطمن، يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه، بس بقول لك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقول لك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد إذنك. ناخد معنا أول تليفون، منال البهتيمي الناشطة والباحثة الحقوقية في مركز اليعثوب الحر. أهلا بيك يا منال. مساء الخير يا أستاذ يوسف، إزاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قوليلي، إيه رأيك في مبادرة الفقير وأنا اللي عاملاها نيلي مكاوي والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حمودة، يعني في إطار خدمة المبادرة يعني. ده شيء مخزي ومخزل وأقصى درجات الإهانة والاستهانة بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازية العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. كاري معلش أنا ما فهمتش، هي كده مبسوطة ولا متضايقة؟ دي مزقططة، هسألها لك. منال، نيلي عايزة تتأكد إن أنتِ مبسوطة من اللي شفتيه الحقيقة. مبسوطة؟ طبعًا، ما هو أمثال الأستاذة من القردة والنسانيس هم اللي من غير شتيمة يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفة لو سمحت. لا 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 لا، أنتِ أوفر قوي، احترمي نفسك. أنتِ شايفاني مش محترمة؟ ليه؟ شايفاني ممسوكة بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا أستاذ يوسف؟ يا جماعة بوس ولا كبس ده إيه؟ أنا مش عارف يعني إيه بوس ولا كبس بصراحة. شكرا جدا يا منال على أي حال. معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. إزيك عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا أستاذ يوسف ده؟
يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهاية خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجودة في وسطنا يا عم عيسى. معلش معلش انا همشي. مفيش حاجة اسمها تمشي، نهدى نسمع بس المتصل لحد الآخر. يا عم عيسى تاني، دي نماذج موجودة وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفة يا أستاذ يوسف. يعني I'm sorry I have to leave. لو سمحتي نيلي مفيش حد هيمشي، أنا هستأذنك نهدى كده، هناخد فاصل، لازم نتعود إن احنا نستحمل آراء المشاهدين، أكيد هيبقى في مع أكيد في ضد. لو سمحتي شكرا جدا ليك يا عم عيسى، أستأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك؟ قول يا اخويا بالهنا والشيف. لا كفايه كده صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس، الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني وحياتك عندي وحياه امي، مش هقدر، لو اكلت معلقه تانيه ممكن اموت. بعد الشر عليه. طب ده انا كان يجرالي حاجه بجد يا صباح. اه بجد، اصل انت ما تعرفش غلاوتك عندي قد ايه يا سي عبد الله. صباح انا، انت ايه يا اخوي؟ انا قلبي. ماله قلب؟ هيوقف من الفرحه؟ لا من القشطه. اه اه مالك يا سي عبد الله؟ انا لا لا أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل الحقيقة. ناس كتير جدا عايزة تتكلم في موضوع المبادرة والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجة أم فاروق، الحقيقة هي واحدة من غلابة وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبة الحاجة أم فاروق شاركت في الكليب ده، ازيك يا حاجة؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجة؟ ايه مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعدة جنبك دي كانت متفقة معانا على حاجة، واللي حصل حاجة تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالونا هيجيبونا في البريك وجبة كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبونا 70 كفتة مقددين، ولا طحينة ولا بابا ولا خضرة، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكرة انت جايبة كومبارسات؟ لا المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبة كم ناس غير طبيعي مالوا القناة ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي برا. اوكي يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الاسعاف على وصول. ده ايه الحظ الذكر ده يا رب؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي، بقول لك ايه؟ هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 ده؟ يا هو من بقيت اهلك؟ اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مرة. لا لا معلش، أنا عايز أعرف إيه اللي مش عاجبك بقى أنت كمان؟ أنت كلك على بعضك كده مش عاجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناة، روحي اتفرجي على وائل إبراشي ولا عمرو أديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناة بتاعتنا. طب أقول لك حاجة، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا إزاي كريم كراميل، واعملي لأطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقة مدام منى، مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح، بتكلمينا من بيتي. يا نيلي الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بيت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي، ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه، الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليك اصحاب هناك. طب انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟
هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح، جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح، طارت الشغلانه ام 5000 جنيه المنحوس منحوس ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخاص. خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها، لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رسيلي دلوقتي وانا اكلم لك البوليس يجي ياخدك انت والخاص اللي هترسيه ده. وسعي كده. تعالى يا بنت. مالك يا بابي؟ الناس المتخلفه دي عملت فيك ايه؟ ما تحاسبي على كلامك يا بنت انت. هو عنده ايه لو سمحتي؟ هتعرفي كل حاجه من الدكتور اهو. جه. مساء الخير يا جماعه. ايه الاخبار يا دكتور؟ والله تعبان جدا، بقالي يومين صاحي ورجلي مش قادر ادوس عليها، بس ما تخافيش عليا هبقى كويس. اخاف عليك ايه وانا اعرفك اصلا؟ انا بسالك عن بابي. استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، ده ما تقلقيش عليه، هو بس اول ما جه كان حالته تصعب على الكافر. جابوا له دكتور البطنه كشف عليه وكلموني جابوني وانا يا دوب لسه داخل انام. اصلا انا كان بقالي 36 ساعه ما نمتش. انت اسمك ايه؟ نيلي. بقالي 36 ساعه ما نمتش يا نيلي، غير موضوع رجلي ده اللي مش قادر اقف عليه، ورغم كده جيت. وجيت له عملت ايه بقى؟ عملت اشعاعات وتحاليل وكل اللازم. وايه اخبار التحاليل؟ والله في مشاكل، اليوريك اسيد طلع عالي جدا وغالبا هو ده اللي عامل لي الوجع في رجلي. انا كنت محتار في رجلي ده ما بين اليوريك اسيد ولا الكروكس الجديد اللي هو المخطط ده. انا مالي انا ومال رجلك وقرفك، انا بسالك عن بابي، تعبان كويس محتاج يرتاح محتاج دواء. دواء؟ سعاد ازاي ما تفكرنيش بالدواء؟ نسيت تدي بابي الدواء؟ لا نسيت انا اخد الدواء، كان المفروض اخده من ساعتين. مالكش دعوه بنفسك انت، انا بسالك عن بابي، هو حالته ايه؟ استاذ عبد الله؟ لا ده هيخف، بقول لك المشكله فيا انا. سعاد اديني السماعه. لا سمعت الموبايل، عايز اطمن على الاولاد. يا خبر خير؟ ساعتي مأخرة جامد. ما تقلقيش عليه، هو بس لخبط في الاكل شويه. لخبط في الاكل ازاي؟ كلت ايه؟ والله ما كلت حاجه من الصبح، ده انا اصلا بصحى من النجمه عشان اجي المستشفى لان انا ساكن في العاشر. يخرب بيتك انت، انا مش بسالك انت بساله هو. اكلوك ايه الناس المتخلفه دي؟ الله، طب وانا مالي؟ هو اللي اتفس وكل طبق المخاصي كله لوحده. يعني ايه مخاصي؟ اه ايه يا جماعه مش بتردوا ليه؟ يعني ايه مخاصي؟ ايه مخاصي دي يا دكتور؟ طب دي اشرحها لها ازاي دي؟ قول لها. اقول لك عادي؟ ايوه قول. انت ازاي تقول لي كده؟ وانت يا ستي قللت الادب، ازاي تاكلي بابي الحاجات دي؟ لا بقى. لا يا خالتي سيبيها لي انا. طب معلش يا جماعه، يعني قبل ما تتخانقوا استاذن انا بس عشان عندي ميعاد دكتور، تبقى كلمني. ها يعني هقوم بالسلامه واجي لك. خد بالك من نفسك. حاضر. بقول لك ايه يا بنت انت، انت تتكلمي معانا عدل بدل ما اديكي قلمه تفففك سنانك. على فكره انا كمان ممكن اديكي قلمه تفففك ودانك. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها تفففك ودانك اصلا. هو اصلا مفيش حاجه كمان اسمها تفففك سنانك، الناس بتفت فاف عادي كده تفوق. بس كفاك وقرف انتوا الاثنين. نيلي انا بقيت كويس. لا يا بابي انت مش كويس، عن اذنكم بقى عشان بابي محتاج يرتاح. ليه؟ اتفضلي خدي، خدي لك ميكروباص بقى ولا توك توك ولا الحاجات اللي بتركبوها دي، وانت والست اللي معاكي دي اتفضلي. لا يا حبيبتي خليهم لك، ينفعوكي تشتري بيهم شيرز ولا حاجه بدل الجاكيته المقزعره اللي انت لابساها دي. مقزعره؟ انت عارفه الجاكيت دي براند ايه اصلا؟ ايه يعني؟ برشكا؟ برشكا؟ الجاكيت دي حبيبتي تشتريكي انت والشارع بتاعك كله. ليه ان شاء الله؟ جاكيته ولا مزرعه في الصحراوي؟ يا بنات مش كده، كفاياكم مزكفه. بابي انت تسكت خالص بالحاجات الغريبه اللي انت كلتها دي من فضلك. نيلي انت عيبت اللي بدأتي. يعني انت معاهم عليا تاني؟ انا مع الحق. اوكي يا بابي نتحاسب في البيت، وكفايه كده عشان ما اقولكش حاجه تانيه قدامهم. باي باي.
أنا أسفة والله يا عمو، يعني هي اللي ابتدت بس كان لازم أرد عليها. لا حبيبتي مفيش حاجة، أنت عارفة نيلي عصبية بس بتطلع تطلع وبتنزل على مفيش. لا 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 لا، إذا كانت ردت عليك أنت شخصياً مش معقول، يعني دي قليلة الأدب، دي ما تربتش ربع ساعة. ما أنا بقول لك هي عصبية. لا 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 يا عمو لا ما ينفعش بصراحة، عمالة تهزقك قدام الناس، بصراحة حضرتك قليت في نظري جامد، مش معقول خليتك هزق. يا بنتي قلبها أبيض والله ما تقصدش. خلاص بقى يا شريهان ما تسكتي بقى. سلامتك يا سي عبد الله، انا مكسوفه من روحي قوي. الزهر يا اخويا ان انا تقلت عليك. انت اللي مكسوفه؟ انا اللي مكسوف قوي. سرقت منك وامتى؟ في كلام مهم قوي. ملحوق، استريح انت بس يومين ثلاثه في البيت واسلوا بطولك كده وبعدين نبقى نكمل كلام. لا بيتي اللي استريح فيه، انا هنزل الشغل فورا، سمعت الدكتور قال ان انا كويس. غير سيبك من الدكاتره دي كمان، يعني انا اول ما انزل الشغل هكلم الدكتور بتاعي، الدكتور ربيع، احسن دكتور في مصر، هيجي يتابع الحاله. لا تنزل الشغل ازاي وانت تعبان كده؟ خلاص يا خالتي بيقول لك هينزل الشغل، وانا ان شاء الله من بكره هنزل استلم الشغل باذن الله، وبعدين هراعي عمي وادي له الدواء في ميعاده. خلاص يا خالتي. اذا كان كده معلش، خلاص بقى اللي تشوفوه. الحمد لله على سلامتك يا سي عبد الله. الله يسلمك. انا هبقى عدي عليك في المكتب عشان اطمن عليك. تنوري الدنيا كلها يا ست صباح. تعيش يا سي عبد الله. سلامتك يا اخويا، الف سلامه. الله يسلمك يا غاليه. بعد اذنك. مع السلامه يا عمو، الف سلامه. خد بالك من روحك يا سي عبد الله. شوف بكره الدواء في ميعاده يا سي عبد الله. وبعد هالك صباح. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله الله الله، يا رب الحمد لله، يا رب يا رب الحمد لله، يا رب الحمد لله، يا رب الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير، لا كتير، بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير، لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. هاي سو. هاي نالي، انت كنت فين كل ده؟ اول ما كلمتيني خدت شاور ولبست وعملت ميك اب ونزلت مشيت فيكي ورجعت تاني خدت شاور عشان فيكي بتلحوسني، وبعدين عملت ميك اب ولبست وجيت لك جري. ايوه بس احنا كان ميعادنا من ساعتين على فكره. سو بليز ما تضايقنيش عشان انا بجد مش طايقه نفسي، مش عارفه ليه من ساعه ما دخلت الناس قاعده بتبص لي عينيها بتبز، يعني كان جينيفر لورنس دخلت النادي. ليه عينيهم بتبز؟ عشان الانترفيو. ده انا قعدت امبارح اتفرجت انا ومامي وجبنا الجيران وجبنا بوب كورن. ايه اللي انت كنت بتقولي ده؟ يو ار هيلاريوس. بس يو لوكت اميزنج باي ذا واي. ثانك يو از يوجوال. انت صحيح شفتي البوست اللي جيسي عملت له شيرنج على فيسبوك وتويتر وانستغرام وعملت له سناب شات ستوري واتساب جروب؟ طبعا، ما هي لازم تصطاد في المايه البركه. نيلي اي ثينك اتس جود تصطاد في المايه العكره. وات ايفر. اكيد دلوقتي جيسي بقى فرحانه قوي، فاكره ان هي فضحتني وان انا همشي في الشارع بعيط مش مصدقه نفسي، ازاي جيسي عملت فيا كده؟ هي عبيطه دي ولا ايه؟ انا هعرف ازاي اجننها وادمرها واخليها ماشيه كده عينها في الارض ازاي؟ انت عارفه جيسي دي كان شكلها عامل ازاي قبل ما تنتشر في حياتنا كده؟ عادي طبيعيه زينا يعني. انت فاكره ان هي كانت حلوه ناتشرلي زينا كده اكتشلي زيي يعني؟ لا خالص، دي كلها فيك، كلها من فوق لتحت، مش لازم اقول لك ديتيلز يعني. يو جوكينج، بتهزري. واصلا كمان اسمها مش جيسي ولا حتى جاسمين، اسمها ياسمينة. ايوه وكانت الناس بتقول لها ياسمينة السمينة. ايوه يو نو وات سمينة از اوف كورس. يس. انت عارفه بقى بعد كده سافرت لبنان وعملت في نفسها اللي هي عاملاه دلوقتي وخبت كل صورها القديمه، بس انا بقى هعرف اجيب الصور دي وانزلها لها. انا مش هخلي موبايل في مصر غير عليه الصور دي. ايوه بس انت بتقولي ان هي مخبيه الصور، هتجيبي الصور ازاي يعني؟ من صاحبها القديم اللي كانت مصاحباه قبل ما تسافر. مين صاحبها ده؟ احنا نعرفه؟ انا سالت وعرفت ان هو واحد في الجامعه في انجينيرنج. لسه في الجامعه؟ ذاتس سو ويرد. ايه الجهل ده يا سو؟ بقول لك انجينيرنج،
يعني 9 سنين وسنة التزام أو اتزان I don't know. وانت بقى هتروحي تقولي له بليز اديني صور فهيديكي صور. Never underestimate me. مشكلتي معاكي يا سو انك فاكراني سهلة. يلا بينا. استني معاكي مبرد؟ Yes let me check. بليز عشان عندي حاجة البنت بتاعت المانيكير بتقولي اسمها ودنا. مساء الخير. بقولك ايه يا عروسة؟ عظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفة عقبال عندك. اه سنترال يعني؟ سنترال. اه بيدك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو اي يا فندم؟ محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. فلايت النهارده شكله قرفان وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا المره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه يلا يلا روحي. ماشي. إلسا استاذ فلايت ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت؟ حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت؟ يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش انا ما اقصدش انا ما اقصدش جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان فهم مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم ازيك؟ اهلا وسهلا عبد الله. الحمد لله شيرين مبروك.